تعالوا كده بسرعة نبدأ مع سينما 4D. أولا احنا هنشتغل على إصدار 18، عندك 16 ماشي، عندك 17 ماشي، بس يفضل لو 18. 18 في أبجريدز مختلفة شوية عن بقية الفيرجنز، فيفضل لو 18، وإن شاء الله هنوفر السورس في المكان بتاع الدراسة بتاعتنا إن شاء الله. مبدئيا دي واجهة سينما الديفولت اول ما يفتح. بس قبل ما اتكلم على اي حاجه تخص البرنامج، انا عايز اتكلم على حاجات تكنيكال ممكن تعطلك وانت شغال اصلا على البرنامج، ويفضل انك تخلص منها في الاول علشان نشتغل كويس، سواء في ريل فلو، سواء في سينما 4D، سواء في افتر افكتس، وبصراحه سواء في اي جرافيك بروجرام. اول حاجه نسخه الويندوز اللي عندك، يعني يفضل ان هي انا ما بفضلش 10، لان 10 في مشاكل كتيره جدا مع الدرايفرز والفيجا درايفرز عموما، او كروت الشاشه عموما، فما يفضلش 10. والله شغال معاك كويس، مفيش مشكله، بس 10 مشاكل كتيره جدا مع الدرايفرز بتاعت كارت الشاشه، وفي كروت كتيره جدا ملهاش درايفرات على ويندوز 10. لكن لو انت عندك ويندوز 7، ممكن تبقى، مش ممكن، هي لازم تبقى نسخة وين 7 64 بت، وتكون التيميت، تمام. لو ويندوز 8، انا بتكلم على اللي انا جربته، فيبقى وين 8.1 ان، اللي هي النسخة الانتربرايز. دي ماشي، دي ماشي. 10 ما جربتوش، وشفت مشاكل منه كتير جدا على اجهزه ناس. لا يا رب افتكر نزلته مره وما كارت الشاشه عمل معاه مشكله. هما دول النسختين اللي اشتغلوا تمام من غير اي مشاكل. طب بعد كده نهتم جدا بتعريف كارت الشاشه. لو كارت شاشتك اقدم من اللازم، سينما مش هتسطب اصلا، فعشان كده اهتم جدا بالدرايف بتاع كارت الشاشه بتاعك. ما تجيش تقول لي اصل انا عرفت الكارت من الديفيديه اللي معايا، او انا عرفت الكارت من الديفيديه بتاع البورده، او انا جبت تعريف الكارت من الابديت بتاع الويندوز. كل الكلام ده ما ينفعش. الكارت تجيب الدرايفر بتاعه من موقع شركته، يا اما من موقع شركته، يا اما من موقع الشركه اللي مصنعه الجهاز بتاعك اصلا. طيب احنا عندنا 3 كروت شاشه، يا انتل، وده اكيد هتلاقيه في معظم اللابتوبس، يا اي ام دي اللي هو الاي تي اي، يا اما نفيديا. انا هوريكم الثلاثه، وعشان نعرف الدنيا ظروفها ايه. ده اولا لو كارتك انتل، هتروح موقع انتل، بعد كده هتروح على الدعم، بعد كده هتروح على التنزيلات وبرمجيات التشغيل، بعدها هتقول له البحث عن برمجيات التشغيل وبرامج تلقائي، هتضغط على دي، هيقوم جاي لك الصفحة اللي بعدها على طول. موقع انتل تقيل شويتين، هيجيب لك الصفحة اللي بعدها على طول، فيها أداة. الأداة دي انت هتنزلها وتعمل لها سيت اب، وبعدين تعمل سكان، هي هتجيب لك الدرايفرز اللي موجودة او اللي ناقصه من عندك. على فكره هتجيب درايفرات سواء كارت الشاشه او الشيبسيتس اللي موجوده عندك في المذر بورد. ادي داونلود ناو، داونلود، انستول، بعد كده اعمل سكان. ده بالنسبه لانتل، انتل دوت كوم، هو بيقلب على انتل دوت ميدل ايست. اي ام دي هتروح على اي ام دي دوت، ده لو اي تي اي، هتروح على اي ام دي دوت كوم، وهتروح على سبورت اند درايفرز، ومنه برضو نفس الموضوع. هو في اداة انت هتنزل الاداة دي وهتسطبها وهتعمل بيها سكان، وهي هتجيب لك الكارت. او روح على طول ونزل الكاتاليست بتاعتهم، هم احلى حاجة فيهم بيعملوا كاتاليست بتمشي على كل الدرايفرات بتاعتهم. هتستنى لما الصفحة تتحمل، لان هي نصها هو اللي بيحمل تحت بس. هي باينة اهي، اللي هي اللي تحت دي اوتوماتيكالي داونلود. هنستنى شوية لغاية ما تحمل، هي حملت تمام اهي.
اوتوماتيكلي ديتكت عند الانستول، تقول له داونلود وتعمل انستول. بس الاداه دي ساعات بتجيبها صح وساعات بتجيبها غلط يعني، فانت رايح دماغك وروح وروح هنا، انزل تحت خالص تحت خالص اهي، شوف انت الكارت بتاعك راديون الفئة كام، 5000 ولا 7000 ولا ار ولا الكلام ده كله، ونزل الكاتاليست بتاعته حسب السيستم اللي عندك. لغاية قريب ما كانش فيه على فكرة ويندوز 10 على ام دي، ده بالنسبة لاي ام دي او اي تي اي. بعد كده نفيديا، نفيديا نفس الموضوع، هتقوم رايح على درايفرز منه تقول له all نفيديا درايفرز، برضه نفس الموضوع، طريقتين، اما انك تجيبها اوتوماتيك او انك انت تجيبها مانوال، دي الطريقه المانوال. اما الاوتوماتيك ايه، هتضغط على جرافيكس درايفر هيعمل سكان ويقوم جاي جايب لك الكارت بتاعك، بس اتاكد انك انت مسطب الجافا. على فكره لو جاب لك العلامه بتاع الجافا هتقوم انت جاي ضاغط اسف هتقوم جاي ضاغط كاتب جافا دوت كوم، تمام، وهتخش على الجافا وتقوم قايل له فري داونلود وتمشي معاه عادي جدا لغايه ما تعمل داونلود. طب انت هتعرف منين الكارت بتاعك؟ بسيطه، شوف انت كارتك نوع ايه، توشيبا، ديل، اتش بي، لينوفو، وات ايفر، روح على موقع الشركه، تمام، وهتروح منه وات ايفر الموقع اللي انت دخلت عليه، هتروح على سبورت، هتلاقي في سبورت هنا اهي سوفت وير اند درايفرز، هتضغط عليها. في الغالب يقول لك حط حاجه اسمها سيرفيس تاج، تمام، استنى شويه نجيب موقع ديل على ما يخلص. ديل نفس الموضوع، سبورت، من سبورت هتلاقي درايفرز اند داونلودز، جميل. هنا ديل هيقول لك انتر ا سيرفيس تاج، سيرفيس تاج ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه على، لو انت عندك جهاز ديسكتوب هتلاقيه على الجهاز من تحت، هتلاقي مكتوب حاجه اسمها سيرفيس تاج الرقم، او على اللابتوب بتاعك من تحت اقلبه هتلاقي حاجه اسمها برضو سيرفيس تاج، او لو انت فاتح السايت على الجهاز نفسه قول له ديتكت برودكت، هو يديتكت البرودكت بتاعك. طبعا هو اللي عندي البريسيشن تي 3600 ورك ستيشن، هتقول له بعد كده مثلا اهو ديتكت برودكت، هو هيطلب منك لاول مره انك تنزل اداه اسمها ديل سيستم ديتكت، تنزلها وسطبها عادي جدا وسيب الصفحه مفتوحه وهو هيكمل اوتوماتيك. نرجع ل اتش بي اهو، ادي النمبر ده بيشتغل بالسيريال نمبر، هو حتى بيقول لك الاكزامبلز، هتلاقي السيريال مكتوب بالشكل ده على الجهاز بتاعك، تحطه هنا وتعمل فايند هيجيب لك كل الدرايفرز بتاعتك، تمام. على ديل ادي هو جاب الـ الجهاز نفسه، هندخل عليه هتنقي السيستم بتاعك هيجيب لك كل الدرايفرز، بص على الفيجا، على الفيجا درايفر او الديسبلاي درايفر هتلاقيه بقى مكتوب، يعني هتلاقي هتبقى عارف انت جهازك فيه ايه، هتلاقيه مكتوب يا اما نفيديا يا اما انتل يا اما اي تي اي، خلاص انت عرفت، يا اما تنزل الدرايفر من الموقع يا اما تروح لموقع الشركه بتاعته وتنزل ليتست فيرجن من الدرايفر. ادي بالنسبه لقصه كروت الشاشة عشان نضمن انها جاية مظبوط، وانواع نسخة الويندوز عشان نضمن ان احنا نشتغل من غير اي مشاكل. ده بالنسبة ل بالنسبة للنسخ والكلام ده كله، ضمنت ان انت نزلت النسخة، نزلت التعريف بتاعك، الدنيا تمام. طيب اعرف منين اذا كان انا عندي عيوب في كارت الشاشة ولا لا؟ لو لقيت الفيو بورت مش بالمنظر ده، هتلاقي الفيو بورت منظره غير كده خالص، ده يبقى عيب كارت شاشه. تاني حاجه، لو انت جيت تنزل من هنا اوبجكت ام نزل لك اسود، ده عيب كارت شاشه. او تنزل اول ما تضغط على تنزل اوبجكت يقوم البرنامج مطلع ايرور ستوب وركينج كراش، ده كده عيب كارت شاشه. او انك انت تنزل اوبجكت بتاعك يطلع على هيئه وايرز، يعني ايه وايرز؟ يعني هيطلع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده، هيطلع لك كده بس، هيطلع لك كده من غير ما تعمل اللي انا عملته ده، يعني هتبقى انت واقف على ده وهتلاقيه برضه طلع لك بالمنظر ده. دي كده كل دي عيوب كارت شاشه، تمام، ده عشان نبقى بس عارفين عيوب كارت الشاشه نعرفها منين في البرنامج.
قبل ما نتكلم على الانترفيس، تعالوا الاول نظبط البريفرنسز. ودي عاده فيا على فكره، اني بفتح اي برنامج في الدنيا اول حاجه ببص عليها قبل اي حاجه البريفرنسز، الاعدادات بتاعته، اظبطها عشان ارتاح منها. هي بتتظبط اول مره بس، وبعد كده خلاص. نظبطها منين؟ هنروح لإيديت. من إيديت هقول له بريفرنسز. لو غابت معاك شويه مفيش مشكله، هي اصلا ما تغيب حبتين، بس يمكن عشان انا طلعتها قبل كده كذا مره فالدنيا بقت تمام. الانترفيس انا مش عايز من هنا اي حاجه خالص، انا بقلب بس السيم بدل ما هي تبقى لايت، تمام، بخلي السيم دارك اظرف. عندي بعد كده الانبوت ديفايسز، انت في الغالب هتسيبها زي ما هي، بس لو انت عندك جرافيك تابلتس، يعني انا شغال حاليا بالهيون تابلت، لو انت عندك تابلت هتقوم لازم تعلم على جرافيك تابلت وتعلم على هاي ريز تابلت، الاثنين دول لازم يتعلم عليهم، والا سينما انت هتعمل كده هتلاقيه شغال وبيكليك وكل حاجه، بس تعالى مثلا اتحرك في الفيو بورت او ارسم اي لاين هتلاقي الدنيا باظت، لان هو مش قاري القلم نفسه. بعد كده نافيجيشن مفيش فيها اي حاجه، هتكلم عليها من كاميرا، انا اسف، هتكلم عليها من كاميرا. اوبن جي ال هي دي بقى، اوبن جي ال دي هي اللي فيها القسم بتاع كارت الشاشه كله، تمام. هاردوير اوبن جي ال، بص بقى لو انت شلت دي كده، تمام، هو يقول لك ان الانترفيس هتتغير وكل حاجه هتتغير، تمام، وفعلا هي هتتغير. هنعلم عليه ونشيل، هنلاقي الدنيا مظبوطه، يعني مش لو شلناه هتلاقي الدنيا ضايعه. تكتشر مود مش هتكلم عليها. انتي اليسنج، انتي اليسنج على فكره في الغالب بتبقى مظبوطه على قيمه عاليه قوي، انت ممكن تلاقيها داخله لك في 4 في 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 8. هي الانتي الياس اللي هي في ناس بتقول عليها معالجه الحق، يعني بصوا لو احنا جينا عملنا كده، تمام، و قمنا مقربين من الاوبجكت شويتين، ما علينا من الكريت بتاع الاوبجكت والكلام ده كله، بس خلينا نقرب منه شويه، تمام، ونبص على الاطراف دي هنلاقيها مزجزجه شويه. طبعا هي ممكن تبانش عشان الفيديو نفسه مش باين، بس خليني اقرب منها قوي، اعتقد كده بانت. بصوا بقى لو احنا عمل، طبعا انا عمري ما هعملها كده، بس هقول له مثلا 16. بصوا بدأت هيبدأ يظبطها شويه بشويه. واحد يقول لي طب ما دي حلوه، اقول لك حلوه، بس لو انت نزلت 3 4 5 6 اوبجكتات خلاص الجهاز بتاعك هيقف، فخليها على بس بلاش نان، لان لو نان هيبقى كابوس بالنسبه لك، فخليها على المينيموم الاول. هي ايه الانتي اليسنج دي؟ معلش لو اطلع بره الموضوع شويه، بس خلينا نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي، لان الانتي اليسنج هتجيلنا في الريندرنج كمان. لو فهمتها هنا، لو انت شغال في اي حاجه تانية، لو انت شغال انتريور او انت شغال في ري او شغال ارنولد، هي الانتي الياس هو مصطلح واحد بنفس المفهوم على الريندر انجنز كلها يعني. انا بعدت دي شويه ليه؟ لان هنا انا عندي الكيوب ده. طب مين اللي قال للسينما 4 دي ان في هنا كيوب؟ الديفولت كاميرا. ما هو انا لما بتحرك كده، طبعا اقول انا بتحرك ازاي والكلام ده كله، بس انا حالا عايز اركز في البريفرنس. انا بتحرك كده، دي كاميرا، الكاميرا الافتراضيه بتاع البرنامج. طب هي الكاميرا بتعمل ايه عشان تقول لي ان في هنا اوبجكت؟ اقول لك، لو احنا مثلا قلنا إن انا عندي هنا الكاميرا دي، الكاميرا دي علشان تشوف الاوبجكت ده بتطلع عدد من الريز، تمام، ده كده بنسميه ري، خلاص، اللي هو الشعاع. الشعاع ده هل بيعدي كده من الاوبجكت؟ لا، الشعاع ده لما بيخبط في الاوبجكت هنا كده بيعمل هنا سبوت، السبوت دي بتقوم راجعه للكاميرا تاني. طب السبوتس دي اسمها ايه؟ السبوتس دي اسمها سا
سامبلز اسمها سامبلز على حسب عدد الريز اللي طلع وعدد السامبلز اللي راجعه بتقدر الكاميرا تلقط تفاصيل الاوبجكت ده. لو العدد ده كافي هيرجع لك الاوبجكت ده نقي جدا وواضح جدا وتفاصيله باينه جدا. اما لو العدد ده قليل هيبقى عدد الريز اللي رايح قليل فبالتالي عدد السامبلز اللي راجعه قليله جدا فبالتالي الاوبجكت يرجع لك تفاصيله بايظه. وهي دي الانتي الياس عشان ما حدش يقول لك الانتي الياس دي بتنعم الحواف. هي اللي بتنعم الحواف ولا نيله، هي ملهاش دعوه بالحواف اصلا، بدليل ان لو الاوبجكت ده فيه تفاصيل جواه تمام مش هبان، والتفاصيل دي ما هيش ايدجز تمام. فده مصطلح الانتي الياس. خلي بالنا من حاجه مهمه جدا، ان الانتي الياس الرقم ده يبقى تربيع مش اتنين. يعني خلي بالك ان انت لما بتقول له انتي الياس هو بيعملها اتنين تربيع، يعني كده اربعة بقت 16 تمام، 8 بقت 64 وهكذا. خلي بالك من الرقم، من المصطلح ده تشوفه في اي حتة، حاسب قوي من الرقم اللي انت بتكتبه هنا. المصطلح ده او في مصطلح تاني اسمه سب ديفيجن او انتي الياس، الاتنين دول خلي بالك من الرقم اللي قدامهم ده. ما علينا من الباقي، ممكن لو البرنامج عمل معاك كراش يبقى شيل يوز شيدر كاش، لان يوز شيدر كاش بتعتمد ان السينما بيخزن التكتشرز الموجوده هنا في الميموري بتاعه الفيجا كارد. فلو حصل ليك في الميموري شويه او كانت الميموري بتاع كارت الشاشه بتاعك، ممكن يكون كارت قوي بس الميموري اللي فيه مش شايله كميه التكتشرز اللي موجوده، فهتلاقيه عمل كراش. فاي عمل كراش ايه مبطئ منك جدا هنا، فانت بقى شيل دي لو لقيت الدنيا معاك مش متظبطه. ده بالنسبه لاوبن جي ال. فيوز القيمه دي 100. طب القيمه دي بتعمل ايه؟ القيمه دي اولا لو احنا عندنا هنا الكيوب زي ده وليكن ده 20 في 20 في 20 مثلا، سيبكم اللي انا بعمله، بس هي الفكره عشان انا دي القيمه البتاعه دي بالذات انا مش عايز مش عايز اتكلم فيها كده وخلاص، انا عايز اوضحها. 600 في 600 في 600 هو انا افتكر ان هياخد انه مش هيهنج معايا بسهوله. هتقول لي ده انت عايزه يهنج؟ عايزه يهنج تمام. فهروح مثلا لقيمه زي دي واروح واروح لقيمه هو ده. بصوا كده انا عمال ازود، هو مش قادر يهندل كل او يكنترول كل الاوبجكتس دي. ده في غير كده كمان لو انا بس حاولت الف، بص هيعمل ايه، قلبها واير فريم. طب هو عمل كده ليه؟ لان اصلا القيمه بتاعت الريد رو ليميت اللي هي بالملي سكند بتقول لي سينما ايه؟ بتقول لي سينما ادي البروسيسور مهله 100 ملي ثانيه. عارفين يعني ايه 100 ملي ثانيه؟ 1/10 من الثانيه او 1/100 من الثانيه تمام ماشي. ان هو يبص على كل الاوبجكتس دي ويعمل لها هاندل تمام، يعني يلحق يشوف تفاصيلها ويلحق يشوف كل حاجه في المده دي. طبعا على حسب جهازك، لو قوي قوي بما فيه الكفايه خلاص خلي المده زي ما هي، بس انا بحب ادي البروسيسور نفسه وبحب اريحه، فانا بخلي دي 5000 بخليها 10000، بس انا ما بزودش عن 10000. يعني استحاله جهازك يكون ابطا من كده عشان تدي 10 ثواني بحالهم تمام. لكن دي لو 5000 انا كنت بخليها 10 بس خليها 5. بص كده لو احنا جينا عملنا كده، ها ما فيش حاجه حصلت. اللي قدامي ده ما تحولش الوار فريم خلاص. اذا يبقى المده دي كافيه جدا للبروسيسور ان هو يقدر يهندل الاوبجكتس كتير قوي في المده دي. ده بالنسبه للقيمه بتاعت ريد رو ليميت. فايلز مش هتكلم فيها في حاجه، اتكلم فيها لما نيجي نشتغل في بروجكت. يونتس باي ديفولت هنسيبها بالسنتي متر. الانيميشن يونتس بالفريمز اللي هي اللي تحت دي الفريمز، ممكن تقول له بالسكندز. حابب انت تشقي نفسك بقى عيش حياتك انت، اقعد احسب الثواني والفريمات، فاحنا نخلينا على الفريمز. ميموري
مفيش فيها حاجة، مش هتكلم غير في البيكتشر فيور، وده لما يجي نتكلم على الشغل بتاعنا في الريندرينج. كوميونيكيشن لايف لينك، لايف لينك دي علم عليها تمام. هيقول له ريستارت، اقول له ماشي. ليه؟ لان في الافتر افكتس احنا عندنا حاجه اسمها السينيوير تمام. سينيوير مش هيعمل كوميونيكيت ولا ابديت بينه وبين سينما في نفس اللحظه الا لو كانت دي متعلم عليها. مش متعلم عليها ده مش هيتم، هتسيف وتقفل وبعدين ترجع تبص في افتر تاني. فخليك معلم على لايف لينك، وخلي بالك من رقم البورد ده، كل الكلام ده هنجيله بالتفصيل. نيجي الريندرر. ريندرر مهم قوي. ريندرر يعني انت هتستخدم كام كور من البروسيسور بتاعك في انك انت تعمل ريندر للسين بتاعتك. طبعا هو باي ديفولت هو هياخد كله، اما لو انت حابب انك تقول له ان استخدم كاستم نمبر اوف ريندر ثريدز، تعالى هنا. وانت عندك، لو عندك، انا عندي 16 مثلا، فانا هقول له 16 كور. انت عندك 32 اكتب 32، عندك 8 اكتب 8. لكن في العاده انا بسيبها كده. كده يبقى احنا اتكلمنا في البريفرنسز ككل، ونبدا في المحاضره اللي جايه نتكلم في الانترفيس.